يعني انا بحاول، يعني اتعلمته من اساتذتنا جدع بخالي وخليل صبات واساتذه الاقتصاد الكبار. قول لي يعني النهارده هم بيقولوا احنا هنعمل معدل تنميه بمراحل. تمام، هو باختصار شديد عشان برضه اكمل شرح حضرتك وتصريحات الحكومه، لما اجي اتكلم على معدل نمو مرتفع بيحصل معاها ارتفاع في مستوى التضخم. بالظبط. وبالتالي المواطن ما بيحسش باي معدلات نمو، وهنا ما بيحصلش توزيع عادل للدخل زي ما حضرتك قلت بالظبط. يعني بتكلم النهارده صندوق النقد مثلا البنك الدولي قال لك ان مصر عشان توصل في 18 19 اللي هي السنه اللي جايه دي ان شاء الله الموازنه الجديده لمعدل 5.4 متوقع ان التضخم يزيد من 11.6 ل 22%. شوف انا عشان ازيد بس النسبه متوقع ان التضخم يرتفع في نهايه السنه ل 22%. السنة دي هو كم دلوقتي يا دكتور وائل التضخم؟ هو البنك قايل 11.4 البنك المركزي. احنا بنتكلم النهارده يعني هيحصل ارتفاعات تقدر بحوالي 100%. ده بالنسبة لتصريحات البنك الدولي، يعني شوف حضرتك عشان تزيد بس تقريبا حوالي 0.5% هيحصل ارتفاعات في التضخم الرقم ده كله. فمعنى إن الحكومة تصرح إنها عايزة توصل للثمانية والسبعة والستة والأرقام ده، معنى كده إن التضخم هيبتدي ينمو يعني يمشي معاها مضطرد في ارتفاعات مستمرة. ده بقى بخلاف معدل التنميه اللي حضرتك قلت عليه. التنميه هنا بقى من احد مكوناتها اللي هو معدل النمو، ومن احد مكوناتها التضخم، ومن احد مكوناتها كمان ارتفاع مستوى دخل الفرد الحي اللي هو اللي حضرتك بتتكلم عليه بقى اللي هو يهم الشعب كله. لازم معدل النمو كويس اسيطر على التضخم ما يطلعش معايا، لازم ينزل. تمام، وفي نفس الوقت القوه الشرائيه لدخل المواطن يزيد، يعني بدل ما كنت بجيب 10 سلع اجيب 15. هنا بقى ده التوزيع العادل للدخل، وهنا طبعات الشعب. معلش يا دكتور وائل استحملني، عايز اقف عند دي. احنا بعد رفع دعم المحروقات الاخير الاسعار اتجننت، وبعدين بدات على مراحل، اخر حاجه ارتفاع مواد البناء. تمام، منذ 48 ساعه اسمنت والطوب ويمكن في خبراء العقارات بيقولوا انه العقارات هتقفز قفزه غير عاديه وبتاع. انا بس عايز اتكلم على فكره اللي حضرتك قلتها بقى، التضخم والقوى الشرائيه للجنيه. يعني احنا في الدول الغربيه الحكومه الفرنسيه منذ شهرين لما حصل الاسعار قفزت خدوا قرار برفع الاجور على كل الدنيا، الحكومه وقطاع خاص وكله. يعني يعني قال لك طب شوف الاسعار زادت ب 5% يبقى ارفع الدخول بنسبه 5%. ده ما حصلش عندنا. اخطر شيء لاي اقتصادي هو بيعمل خطه الاصلاح ان الطلب يهرب منه، وهي دي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها، ان مصر النهارده في بالونه عقاريه بالنسبه للعقارات. يعني العقارات النهارده برغم ارتفاعها بيرتفع انما هتشهد انهيارا مره واحده. ليه؟ لان ارتفاعها بيرتفع مع عدم وجود طلب، فبالتالي هيحصل النهارده عروض كبيره جدا فيحصل انهيار الاسعار. تمام، وده اللي احنا بنخشى منه من البالونه العقاريه اللي احنا فيها الفتره الحاليه. عشان كده بنيجي نتكلم يا جماعه خلي بالكم، التضخم اللي عندنا النهارده ده ركود تضخمي. انا ما ببيعش السلعه اللي عندي، المحلات واقفه ما بتبيعش. فبيجي احد المسؤولين يجي يقول لك ازاي ده السنه اللي فاتت الضرايب كنا واخدينها 600 والسنه دي احنا بناخدها 720 والسنه جايه. لا خلي بالك حاجه، ما اسعار السلعه لما بتطلع فبالتالي قيمتها بتطلع، فبالتالي نسبه الضريبه بتطلع، فبالتالي ده مش مؤشر ليك ان الاسواق شغاله، ولا ده مؤشر ارتفاع لمستوى المستهلكين في مصر. عشان ما يجيش كل النهارده واحد خبيره ويجي كل واحد النهارده يجي يحلل الرقم يجي يقول لك لا ده السوق شغال والسنه اللي فاتت كنا بنعمل 300 وسنه 340 يبقى بالتالي. لا ده كلام مش مظبوط. النهارده السنه اللي فاتت السلعه كانت بجنيه، السنه دي بجنيه ونص، فبالتالي الضريبه على الجنيه تختلف عن الضريبه عن جنيه ونص، فبالتالي الحصيله الضريبيه بتاعتك لما بترتفع مش مؤشر لحركه السوق، بالعكس ده ممكن تكون بدل ما كنت. طيب انت لو مكان الحكومه تعمل ايه؟ ايه الحل؟ لازم اهم مشكلتي في مصر وحللناها من سنه 2015 ان مصر ضربها نوع من انواع التضخم اسمه التضخم الحلزوني، اللي هو ارتفاعات غير مبرره متتاليه للاسعار. لو ما تمش يعني بصراحه الحل جذري والحل ايجابي، انا بتخوف من التصريحات اللي تطلع ومن مستقبل اقتصاد مصر. تمام؟ لسبب، لازم النهارده يتخلق طلب للشارع المصري، طلبات لازم تتخلق، لازم النهارده المواطن المصري دخله يرتفع عن طريق ارتفاع القوة الشرائية لقيمة الجنيه تاني. كل الناس بتقول كده، طب ازاي؟ ما هو ازاي؟ يعني كل الناس كل حوالينا كل بيقول لك دخل، انا هعمل ايه اللي جاي لي مش قد مصاريف الاكل والشرب؟ ايه الحل اللي ممكن الان نقوله يا حكومه اعمليه؟ النهارده مصر انا مش عايز الحكومه تعلن كده صراحه السنه دي انا مش هزود 25 مليار جنيه للاجور، انا هثبت مستوى الاجور. بس هخلق فرص عمل النهارده للاسر دي وههدلهم ال 25 مليار بمعدل مثلا 1000 جنيه، يعني هشغل 2 مليون بني ادم.
يبقى انا سحبت من كل اسره مصريه النهارده فرضين في طابور البطاله وقدرت اديلهم كل واحد ال1000 جنيه. ده حل بعيد المدى، وانا مش مع فكره ان انت برضو يعني المساله مش فلوس والمساله مش نقد، المساله لا هي لازم تبتدي كده ازود دخل الاسره، النهارده دخل الاسره لازم يزيد عشان الطالب ده او الولد اللي اتخرج ده. طيب ماشي، ما هو باراليل انا لازم احد من بنون الاسعار. ما هي يا فندم ما هي لازم تيجي كده، انا بخلق طلب، انا عندي ركود تضخمي نتيجه عامل البيع والشراء، بدل ما هدي للاسره النهارده 200 جنيه، لا ده انا هشغل فردين من الاسره دول كل واحد ياخد 1000 جنيه، هيروح يشتري لي بنطلون وقميص، يبقى المصنع النهارده بدل ما كان بينتج 1000 بنطلون هينتج 1500 بنطلون، يبقى بالتالي هيطلب عماله اكتر، فبالتالي هيسدد الضرايب. اه بس البنطلون بكام؟ ما هو برضه ما هو البنطلون ده كان اول امبارح مثلا سي مثلا ب 100 جنيه النهارده بقى ب 600. تمام، ما المصنع هيبتدي ينتج بقى في طلب النهارده. وبعدين مش بس الاسعار يعني، ده الاكل والشرب يعني. انا الخطه انا كنت في مطعم يوم الجمعه كنا بناكل ب 300 400، لقيته كل الاسعار زادت 20% على مستوى الجمهوريه كلها زادت 20%. دي كارثه يعني. انا البدايه انا بصيت في الفاتوره لقيت انه الاكل ثمنه اساسا 300 جنيه وبقيه ال 1000 وشويه دول رسوم خدمه وسيرفيس وضريبه ونيله. ما أنا يعني في بلد في الدنيا يبقى الاكل ب 300 وبعدين تحط ده، انت كده حطيت 300% فوق ثمن الاكل. اه طبعا، انا النهارده الايجار زاد، النهارده تكلفه نقل البضاعه زادت، بالتالي الكهرباء بتاعتي زادت، الاجور بتاعت العماله زادت، فبالتالي كل قطع اللي انا بستخدمها النهارده في ادوات الانتاج والخدمات كلها زادت، فبحملها النهارده على تكلفه الفاتوره بتاعتك. فده اسمه ركود تضخمي. انا عمال النهارده الاسعار بتطلع عندي او التكلفه بتاعتي بتطلع، عشان كده لما يجي حد يقول لك هو ما فيش مستثمرين ليه؟ هيجي ينتج ازاي؟ الاسعار الانتاج النهارده بقت مرتفعه جدا داخل مصر، فبالتالي الدور المنافسه عندك يروح لها احسن. لازم الدوله النهارده تخش في تخفيض التكلفه، انما مش كل يومين ثلاثه نيجي هرفع الكهرباء والميه وهرفع الخدمات، طب انت مستني مين يجي لك بعد كده؟ مستني مين يجي يستثمر عندك؟ ما كل الناس كلها استثمرت عندنا في السندات والاذونات وضحكوا علينا وبيسحبوا فلوسهم دلوقتي. الموقف النهارده بالنسبه للاقتصاد المصري صعب ومعقد. الدولة دلوقتي إذا كانت بتتكلم عشان تحل أزمتها لازم تقف عند خط معين وتبتدي تشوف النهارده الأموال اللي الدولة مش عارفة تحصلها عند الاقتصاد الغير رسمي، تبتدي النهارده تحصره وتدخل المبالغ دي 300 مليار، هتبتدي تخفف عبء على الأفراد. إيه ال 300 مليار؟ طبعا 300 مليار ضرايب على الأقل سنوات. الضرايب الشرايح العليا. طبعا لا مش شرايح عليا، ده اقتصاد غير رسمي، ناس ما تدفعش. الاقتصاد غير رسمي. محلات وجزارين اقتصاد الموازي. طبعا احنا بنتكلم انا ادور على طول واخد فلوسي منهم بدل ما اروح ادور على مستثمرات، لا الم عشان ست عكس الموازي بدل ما نبقتر. انما التصريحات اللي اتقالت من حضرتك من شويه على لسان الحكومه، انت عارف تصريح مثل بسيط لما يجي يتقال لك اصل السنه اللي قبل اللي فاتت كانت العجز بتاع الموازنه 10.9، انت عارف ده كان عامل كام حضرتك؟ 10.9 العجز كان عامل 380 مليار جنيه. السنه دي بيقول لك المستهدف 8.5%، انت عارف 8.5% يعني كام؟ 440 مليار جنيه. لا ده انا 10.9 احسن لي. احنا بنلعب باللغه. انا عمري ما بروح اسدد فلوس بالنسبه، انا بسددها بالقيمه، عليا 400 مليار او عليا 300 مليار، لما احنا عمالين بنلعب بالالفاظ، اصل العجز زاد بقى 8.5%، بقى كام 440؟ اهلا وسهلا يا حكومه. اصل العجز الاول كان 10.9، كان مرتفع. وده من انجازاتنا ان احنا هنخفضه، كان 380 مليار، احنا انت بتضحك عليا يا حكومه. طيب النهارده بنتكلم تخفيض الدعم اللي بقى لنا 3 4 سنين شغالين عليه، لغايه النهارده موجود في بند المزاد 331 مليار، يعني انا بتحمل كمواطن والحكومه مش عارفه تسيطر. يبقى فين النهارده الاصلاح الاقتصادي؟ الدين بيزيد والعجز بيزيد، واخد بالك، والمواطن عمال بيتحمل ومفيش اي نتيجه خالص لاي حاجه. يبقى بالتالي احنا بنتكلم لازم نتوقف قليلا، نتنفس دلوقتي ونشوف النهارده ايه المصادر الجديده اللي نقدر نحصل منها. عندي اموال متهربه كتير جدا، لازم النهارده نشوفها دي نحصلها ندخلها داخل الاقتصاد الرسمي. صحيح. ما فيهاش تهريج. صحيح. ما فيهاش تهريج، لان 2019 2020 لما يحصل ده ما حدش بيقرب له، ما انا مش عارف ليه. اه تعرفش اموال الهربانه الى الخارج. 2019 في زياده في البنزين في يناير وفي 30/6، عارف لما يبقى سعره حر يوصل لكام؟ ل 11 جنيه و60 قرش. هل المواطن المصري هيقدر يستحمل الليتر النهارده؟ لا ده المواطن بقى ينتحر. 2019 بشكرك جدا يا دكتور وائل، بشكرك جدا.